ابيض. شفت يا ستي منزلني على الاندومي؟ ايه امي بيعمل ايه تاني؟ بص يا سيدي، بيقول لك من ياكل الاندومي بيجيله سرطان في الكبد وفي القلب وبيموت بعدها ب 15 دقيقه. ده ولا السجاير؟ لا والله كل ده. ده فين الكلام ده؟ ده على الفيس بعد البوست على طول بتاع شاهد خرتيت براس ديناصور. سبحان الله، في حاجات هي تحفه. لا اله الا الله، النت وداك في داهيه يا ام. عشان تعرف بس اضرار الاندومي، الاندومي بيهدد ايه وانا مش عايزاكوا تاكلوه ليه. هو انت تلاقيش وانت عارف ان انا خلاص بطلت الاندومي ومنعت ان هو يخش البيت. عيب عليك. ده ايه اللي جاب العلبه دي؟ ايه ده؟ مش رجعها مكانها. ايه ده؟ كوتش انا كنت جايبه امبارح. فسيبك منه. سيبك. طب ايه؟ طب مش توريهولي يا حبيب قلبي. يا ام سيبك منه، مش هيعجبك. انت عارفه ذوقي يعني، وهسيبك منه. انا عارفه انت ذوقك معفن اصلا. ايه ده يا زفت؟ ايه ده؟ ده ايه اللي جاب ده هنا؟ وحياة امك. ايه ده؟ لا لا كنت تسأل. بص عامل لك ابديت جديد وبيضحك اهو. ازيك يا ام سماح؟ اتفضل. الحمد لله يا حبيبي. امال ماما فين؟ يا ماما؟ لا ماما مش موجوده. مش موجوده؟ طيب راحت فين؟ مش عارف. ايه طب قولي هتيجي الساعه كام؟ معرفش برضه. ازيك انت برضو؟ طب وحياة امك. ماشي. ايه طب بقول لك ايه، بقول لها بقى الغسيل بتاعك بينقض على غسيل ام سماح. حاضر ماما. ام سماح بتقول لك الغسيل بينقض عليه. غبي. لا والله يعني هي هنا. طيب كمان ماشي يا حبيبتي، ما تبيش بقى تيجي تقولي لي تعالى اقعدي معايا، انا اصلا غلطانه اني جيت. لا لا ازاي يا حبيبتي؟ بتلاقي بس الغبي ده ما كانش يعرف اني جوه.